يمضي معظم يومه في محطة غسيل سيارات هاته، لكن ذلك لم يمنحه في المضي نحو تحقيق حلمه. حسام أحد رياضيي النخبة في تخصص الكيك بوكسينج، على بساطة الإمكانية وظروف الحياة يأمل في الوصول إلى مبتغاها. طموحات إن شاء الله نمثل الجزائر أحسن تمثيل ونشرفوها في المحافل الدولية والبطولة العالمية إن شاء الله، وبربي إن شاء الله نرفع العالم تاعنا تاع الجزائر ونمثلها أحسن تمثيل. حسام على غرار كل رياضيين نخبة، كانت سنة 2020 استثنائية بالنسبة له بسبب جائحة كورونا، فكيف عايش هذه الظروف؟ في الكورونا هذه والله غير يعني عانيت بزاف، يعني أنا قفلوا لنا لي صال، الصالة كان الصالة مقفولة، وليت نتنقلوا نروحوا نطرنيو في البعراوية في الغابة قسنطينة، سما باه نروح ونرجع مع الحجر والآخر نخلي الخدمة، أنا خدام سما نخلي الخدمة ونروح ونرجع بالساعة محتمة. محتما نونطريني بل واحد يبقى محافظ على اللياقة تاعو وتبقى بلاصتي بربي إن شاء الله مع المنتخب الوطني. رفقة الكوتش محمد وبنفس الإصرار والعزيمة يسعى حسام لتحقيق أهدافه وطموحاته التي اختصرت كلها في رفع راية الجزائر في المحافل الدولية، متمنيا التفاتة من الجهات الوصية. نطلب من السلطات منهم مدير الشباب والرياضة ووالي ولاية قسنطينة الالتفات للعبة الفردية هذه، ويشوف لينا رانا نتعب الرياضة هذه، احنا نحبوها بزاف وانا مستعد نضحي بكلش على جالها. حسام من اعز الرياضيين اللي عندي في الصالة. حسام تربية، عزيمة، اخلاق، قوة. حسام بالامكانيات الضعيفة اللي عنده قدر بيتحصل على 5 خطرات بطل الجزائر ونائب بطل افريقيا ونائب بطل العرب. ان شاء الله نتمنى له ان شاء الله بطولة العالم ان شاء الله والاحتراف على اهله. حبه للرياضة جعله يرفع التحدي. حسام بطل طموح لخص معاناة كثير من الشباب، على أمل كتابة اسمه على قائمة المتوجين في المواعيد الرياضية القادمة.